بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا المساء الجميل ينطلق معكم في موعدنا هنا وفي الموعد دائما معكم على الهواء مباشره عبر شاشه الشروق. تحيه لكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم ولكل الذين دائما ما يتابعونا في الموعد على الهواء مباشره. سعداء جدا انه دائما ما نلتقي على ضفاف ومساحات مختلفه وضيوف أعزاء أيضا يكون معهم مجموعة من المحاور المختلفة، وأنا سعيد جدا في خصوصية حلقة اليوم في الموعد لأننا نلقي الضوء من خلالها على إبداع واحد من الإبداعات المميزة جدا، ويعني الكاتب بصورة عامة عندما يبدع يكون من السهل جدا بمكان أنه يخرج هذا الإبداع بأشكال مختلفة جدا، لكن أن يبدع الكاتب في مجال الكتابة للطفل هذا ليس بسهولة بما كان، وتجافه عدد كبير جدا من الإشكاليات وهي صعبة جدا، وكثير جدا من الكتاب يحكون ذلك لأنك لا تعرف أنت تكتب للطفل بأي طريقة من الطريق، مع أنه البعض يتعامل مع الكتابة مع الأطفال باستخفاف وبينظروا لها على أن النوع السهل جدا من الكتابة، وده حنعرفه أكثر إن شاء الله مع ضيفنا وحنناقش معه عدد من المحاور المهمة في هذا الموضوع، الكتابة للطفل أو الإبداع، أنا سميها طبعا الكتابة الإبداعية للأطفال نظرا لصعوبتها كما ذكرت سلفا. أنا سعيد جدا أيما السعادة أنه في موعدنا اليوم يكون مع الأستاذ الكاتب والأستاذ المعروف جدا الأستاذ محمد عبد الله علي، والمعروف دائما والشهير في هذا المجال وفي ملاعب الكرة أيضا بأبجولة. أستاذ محمد عبد الله أهلا بك، مساء الخير، سعيدين جدا بك على الهواء مباشرة في الموعد عبر شاشة الشروق. مرحبا بك ومرحبا بقناة الشروق، وتحية لكل المشاهدين على امتداد هذا الوطن الحبيب. نعم، سعيدين جدا بك، وخلينا نبدأ من التقدمة اللي تكلمت عنها، انه البعض يتعامل باستخفاف كبير جدا مع هذا النوع المهم جدا من الكتابة، وهو الكتابة للأطفال، وناخذ تقدمة عن هذا التعامل وأهمية التعامل مع هذه الكتابة باحترام كبير أولا، وإن ننظر في مدى صعوبة هذه الكتابة، من ثم نتعرف على أهمية الكتابة للأطفال. والله طبعا هي يقولوا من أصعب الكتابات، صحيح، لكن أنا في تقديري هي ما صعبة إذا ما الكاتب أتيح له فرصة في أنه يتعرف على نفسية الطفل وقدرات الطفل وامكانيات الطفل المختلفة من سن لسن. بالرغم من أنه يعني في اهتمام كبير بأدب الطفل وفي كتابات كثيرة على مستوى سوداننا في مجال أدب الطفل، إلا أن أدب الطفل لغاية الآن يعتبر أدب من الدرجة الرابعة. يعني اهتمام به عالميا ذاته ضعيف، لأنه هو والغريبة أنه هذا الأدب بيبني طفل المستقبل، بيبني المستقبل وبيأثر في مستوى صغر الطفل، بحيث أنه الطفل ينشأ قادر على أن يعرف مقاييس الخير والشر في الحياة والأنماط والسلوك عشان ما يتعلم وفي المستقبل يبقى زول رائد، يبقى زول متقدم. وخير معي للتربية ولتنمية الثقافة وذوق الطفل، ينمي هذا الذوق وينمي إحساس الطفل أيضا. نعم، بصورة كبيرة ومؤثرة جدا من خلال الكتابات المختلفة في أدب الطفل اللي هو بيشمل القصة والأغنية وعديد من الألوان المختلفة من الضروب بتاعت الشعر. هي ما صعبة إذا ما قدرنا نتفهم نفسية وإمكانيات وقدرات كل سن، لأن كل سن الناس المختصين في مجال الطفولة حدد الطفولة دي عشان ما تكتب لها في أربع مراحل. في مرحلة بسموها الطفولة المبكرة، نعم، واللي هي من 3 إلى 6 سنة، وده الخيال الجامح، خيال الإفهامي، بحيث ده ممكن يكون متلقيين أيضا للكتابة، نعم، بيقعد فوق الكرسي وخط الكورية ويعمل عربية وتلقاه ماسك العصاية راكب فيها بضرب العصاية، نعم، عندهم خيال واسع جدا جدا، فإنه الكرسي ممكن يكون عربية متحركة، نعم، وزي ديل بتستهويهم القصص التي يكون أبطالها الحيوانات زي الثعلب المكار، الشجرة، يعني كل الأبطال بتاع القصص تكون هي حاجة من خلال البيئة اللي هو بيعرفها. دي ما بتختلف من ثقافة منطقة لمنطقة؟ ما بتختلف من ثقافة منطقة لمنطقة، بتتنوع بحيث إنه شنو المهم في المنطقة من خلال البيئة الموجودة داخل المنطقة واللي بيتعرف على الطفل، لكن هي واحد أبطالها في النهاية هم أشياء قريبة من البيئة بتاعت الطفل، الشجرة، الحيوان، الأرنب، الثعلب المكار، القط، الحياة دي من 3 إلى 6 سنة. في مرحلة المرحلة الأولى، المرحلة الثانية المرحلة المتوسطة وهي من سن 6
لتسعة، ودي بسموها مرحلة الخيال الطلقي. ده الناس 6 سنوات لتسع سنوات، 6 سنوات لـ9 سنوات، وده اللي بيسألهم قصص الجنيات، ملائكة، الأبطال الخارقين. أيوة تليك. نعم. فدي بتاخذهم شديد جدا، وهم أصحاب خيال واسع، عندهم كوريوزتي لتعرف على الأبعاد من حولهم. ديل برضو يعني انت لما تتعرف على نفسية الطفل وقدراته وإمكانياته في المرحلة بتاعت السن بتقدر تكتب له كده. ايضا مفترض اي كتاب يوصف هل هو من سن كده لسن كده، عشان انا كأب بصرف النظر عن انه كاتب، كأب عاد اشتري كتاب لابني او لابني اكون عارف انه الكتاب ده بيصلحها ولا مصلحها حسب العمر بتاعه، لانه مكتوب خلف الكتاب. الان الحياة دي ما موجودة، يعني ممكن اشتري كتاب ما يتناسب مع طفل عمر 7 سنة او 6 سنة، ممكن يشتري كتاب ما يتناسب مع زول في عمر 12 سنة. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الطفولة المتأخرة، ودي من سن 10 لـ15 لـ14، وديل بتسهيل المغامرات، القصص البوليسية، ناس تخطخ، الألغاز، دائما تلقاهم كانوا مهتمين كل الناس، لأنه العقل هنا نام شوية نعم، والخبرات اتوسعت، بالتالي هو محتاج إلى المنافسة، إلى المغامرة، إلى روح المغامرة. المرحلة الأخيرة اللي هي بسموها مرحلة المثالية، ودي بتدخل فيها عوامل المراهقة، بيحصل تغيير فسيولوجي في الجسم، بتحصل إضافات جديدة، فبقى هو زول هادي عايز يطلع على بعض القصص العاطفية، بعض القصص اللي فيها بطولات عالية، ودول كمان ما بيمروا للقراءة كثير لأنه ما عندهم زمن، فبيحتاجوا للقصص القصيرة والبسيطة واللي بتكون فيها رومانسية حالمة. فإذا أنت عرفت ديل بعدها ما صعب إنك تكتب. نعم. وتتناول في كتاباتك اسلوب سليم وبنيه سليمه للفكره للموضوع، على اساس انه توصل قيم للطفل، الطفل بيبني ذاته من خلال هذه المعلومه الموجوده في الكتاب او القصه الموجوده في الكتاب، وهي ذاتها بتنمي ذاته بتصنع منه انسان المستقبل الغادي. بالتالي لازم أكيد. عبر 4 مراحل مختلفة محتاجين انه الكاتب الذي يكتب للطفل ان يعي هذه المراحل. نعم. جيدا. قلت اكيد بين كل مرحلة ومرحلة في فرق، حتى على مستوى الكتابة، مستوى الكلمة. نعم. مستوى البعد هناك في 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 الحكاية وفي القصص المختلفة. حاليا يا استاذ نكمل باقي تساؤلي، واهمية الكتابة للاطفال بصورة عامة، وان يعي الكاتب ما هذه الاهمية الكبيرة. أنا أكتب للطفل، هذه مسؤولية كبيرة جدا، أنا أربي هذا الطفل، أنا أزيد من ثقافة هذا الطفل، أنا أزرع فيه كثير جدا من القيم لأني أربي جيل المستقبل. لكن يا ريت لو نسمع لواحد من النصوص. بالمناسبة أستاذ محمد عبد الله، يعني معظم أو عدد كبير جدا من القصائد الموجودة يمكن في الكتب المدرسية والتي يغنيها الأطفال أيضا، وهي من أعمال هذا الرجل المبدع والقامة، فيا ريت لو نقرأ واحد من النصوص الجميلة اللي استمتع بها دائما كل الحباب الحلوين وكل مشاهدين ان شاء الله. جميل. انا عندي ديوان اسمه حكايه عبدو الولد الشاطر. يا سلام. عبدو ولد شاطر يا اخواننا، وكان بيحب اللعب كثير، كان قاعد يلعب في جنينه وطايره حواليه العصافير، العصافير تلعب وتغني ومن حوالينا الزهر تطير، منظر سكر يعجب عبدو، وعبدو بحب اللعب كثير. حاول يصطاد له عصفوره، يعمل ليها قفص كبير يلعب بيها كمان يسلى، وما تقدر من عنده تطير. وفعلا قام يصطاد عصفوره، جاب له قفص في البيت خدتها، ساب المدرسه لعب الشارع قاعد طول ساعات معاها، جاب لها مويه في علبه نظيفه، لقط حب العيش وداها، والعصفوره ابت ما تاكل وعدم الشرب كمان اعياها. بيسال امه قام قال ليها العصفوره ابت ما تاكل والمويه والعيش حواليها. امه بتضحك قالت له مشكله عندك فكر فيها، ليه سبحت عصفورتك زابلة ومرسوم حزنها في عينيها؟ العصفورة تحب أخواتها، عايزة تطلق جناحيها، ودي الحرية كمان يا عبدو، وعرف إنه حرمتها ليها. وشو نزلت دمعات من عبدو، حيفتح باب السجن في يده، حيفتح باب السجن في لحظات طارت عصفورته والعصافير طارت حواليها. صفق عبدو عشان عصفورته، رجع تاني تغني وتلعب، أهي الحرية ورجعت ليها. فلو لاحظت القصيدة متناولة مفردة بسيطة وما في أي تعقيد، عشان تصل لطفل سهلة. قلت كده الطفل يتفاعل مع هذه المفردة البسيطة ويحب، والمميز أيضا في الطفل أنه يحفظ بسرعة. والطفل الحاجات اللي بيطلع عليها وبيقرأ وهو صغير بتكون دائما معه وهو كبير أيضا، وكلها بتكون قيم مغروسة فيه. يعني يتكلم عن أهمية الكتابة للأطفال وأهمية هذا المجال تحديدا، كما ذكرت نحن يعني نربي أجيال المستقبل. هنتكلم عن الأهمية ومن بعده هنقرأ نص ثاني إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للأهمية، واحدة من مؤثرات تكوين
صفة الطفل وقدراته وتنمية القدرات. انت بتصنع انسان مستقبل، بالتالي لازم تنمي القدرات بتاعته عشان يبقى شخص اجتماعي، يبقى شخص عنده سوري نعم عنده موازنة سليمة لمقاييس الخير والشر في الحياة، يعني يبقى انسان عنده قيم. ونحن كل الأحاجة بتاعتنا والأساطير والأناشيد رددت لهذه القيم ورسخت لها، بالتالي هي مجد الآن ما بتصنع لنا إنسان المستقبل، وهي بتأثر في ثقافة وتعليم الطفل. ونحن المشكلة عندنا مشكلة في من ناحية الأهمية دي، إنه العملية التعليمية أصلا قائمة على خطين، خط أكاديمي وخط المناشط. والمناشط دي بتشمل فيها الكتابات للطفل والمسرح والموسيقى والرسم والتلوين، دي في الأشياء بتنمي قدرات الطفل، وتحتاج الإنسان مبدع مدرك لقدرات الطفل عشان يقدر يصنع. طيب برضه أنا حسمعك نص ثاني من نفس الديوان، دو ولد شيطان في البيت، هو وأمه لوحديهم، بابا مسافر في السعودية شغال برا ومخليهم، عبده بيلعب برا الشارع طول الوقت مع الأولاد، وأمه يروحي عليها بتنده، وعبده بزيد اللعب عينات. لما تدور برسال من عبده بتناديله ما بيجيها، تتعب أمه بعد ما تنادي تمشي للمرسال وحديها، إيمان تبقى صديقة عبده، إيمان تبقى صديقة عبده، حلوة مهذبة في هندامة، عبده بيعجب بتهذيبة ويسعد لما يكون قدامه، ماما تعبده عليه بتنده، عبده ولا شغال بكلامه، إيمان شاهدة وكانت حاضرة، زاد الموقف من آلامة. إيمان قالت ليه يا عبدو ليه تجاهل مرسل ماما، انت قريت وعرفت معايا الدين وصانا كثير على ماما، والله بيغضب ويزداد غضبه لما تغضب منك ماما، خليان عبدو دموعه بتجري ندما واقف قدام ماما. ومن يوم ذاك بطل يتأخر ويتجاهل مرسل ماما. يا سلام، احنا بنحيي والله عبده الملهم الاول والاساس محمد عبد الله علي بخلال عمليه مميزاته بخلال ديوان اميز، يعني شو كثير جدا من الكلمات الجميله والبسيطه والمباشره المخاطبه لعقل الطفل الصغير في مراحله الاربعه اللي تكلمنا عنها. يعني احنا ماشيين معه نتدرج من 3 سنوات حتى لقريب مرحله المراهقه يمكن. فبنحييك. اهميه وجود يعني مواعيد مناسبه لهذه النصوص، تكلمت قبل شويه عن انه نحن بنمشي في خطين، خط المناشط وخط الخط التربوي، نحن حنتكلم عن شيء بشيء من التفصيل، لكن اهميه انه حتى مساحات النشاط المختلفه بتتوفر فيها هذه القراءات المميزه من ادب الطفل، الادب الكبير، الادب الراقي، الادب المعلم حتى يعني. جميل، نحن عندنا اشكاليه برضه في طفل الروضه ده، انه نحن بنسحمه من بدايه الروضه بالكتابه والحروف، احنا دي مرحله بتقابله قدام، لكن احنا مفترض طفل زي ده نترك له يتعرف على البيئه حوله، يكتسب الخبرات من خلال ملامسه للاشياء. نعم. والطفل عاده لما وننمي فيه قدرات الرسم، لانه الطفل لما يرسم ما بيرسم الا الحاجه بيعرفها، يعني لو جبت طفل في الروضه وترسم حرسم لك الشجره، الحمار، الجداده، الغنمايه، الحاجات الموجوده في البيئه، المشاهدات الطبيعيه. نعم. بالنسبه نعم. له الحاجات اللي بيعرفها، بالتالي نحن نعزز صيغته هذه الاشياء وتواصل معها من خلال انه نترك له المساحه يتعلم على عديد في ونكسب عديد من الخبرات. لكن للاسف هنا بنسحمه بكتابه وبشغل كبير جدا الحروف، ونطق الحروف جزء من اللغات الاجنبيه، بتبقى في مشاكل كبيره جدا في يعني مواصله الطفل لاستقبال الابداعات الخاصه بتنميه قدراته من خلال الادب بتاع الاطفال. والقصيده والانشوده مؤثره جدا في هذا المجال، خاصه مثل الروضه، انه معظم اغانيهم اغاني بتاعت الروضه. انا اتذكر واحده من النصوص انا عملتها، انا اشتغلت عديد من الروض وكثير من كتاباتي المسرحيه والفانتازيا الكثيره عملتها مع الاطفال بخصوص البرامج، كانت في تخارج رياض فال. نعم. ففي عديد من الرياض عندها قدرات، يعني عندها امكانيات، انها ممكن تقول لك انا داير عمل يتكلم عن حاجه معينه، وانت تبتدي تنسق شغلك على هذا الاساس عشان تخلق لهذا الطفل واحده من المواعين اللي انت تكلمت عنها. ففعلا في مواعين عديده، منها التلفزيون، منها المسرح، منها الموسيقى، الرسم والتلوين، دي كل مواعين ممكن من خلال الطفل يتعلم حاجات عن ادب الطفل. القصه المصوره الان ابدت تاثر
في الطفل في ثقافته. الأسطوانة من خلال القصص والأناشيد والموسيقى برضو متأثر في دي كلها مواعين ممكن من خلالها ينصب هذا الأدب. نعم، لكن دوركم أنتم كمبدعين بصورة عامة في استغلال هذه المواعيد المميزة في قيمنا السودانية السمحة، و نمشي الحاجه زي ما نحن عاوزين. نحن يعني تابعنا قبل فترات ليس بالبعيد وحتى الان موجود عن يعني كثير جدا من الاسر، وهنا برضه استاذ محمد يمكن الاسره على دور كبير جدا يعني في انه الادب الذي يتابع الطفل اذا كان قصائد مسموعه اذا كانت مغناه مهما كان يعني المحور المختلف اللي بيتابعه الطفل ويتلقاه خلال المواعين بتكون ما هي حاجاتنا ولا هي الحاجات اللي بتشبهنا، مع انه احنا عندنا ابداع، عندنا واحه للطفل، عندنا عم عبدو، عندنا حاجات كثيره جميله، لكن هل احنا ما قادرين نستلم المواعين؟ يعني هل مكمن الضعف فينا ولا بالضبط وين احنا يعني اللي عندنا؟ والله انا من خلال ممارستي الحياه وتفاعلي مع كثير من القضايا الخاصه بالطفل والبرامج انا بقول كلمه قال المحجوب، قال الكل في السودان يحتل غير مكانه، فالمال عند بخيله والسيف عند جبانه. كثير من الجهات المختصة وقائمة على أمر الطفل يوجد فيها ناس ما عندهم أي علاقة بالطفل، بالتالي لا يمكن يحدث التغيير ولا يمكن يحدث الإبداع ولا يمكن يحدث العمل. شاهدنا على نطاق برامج النشاطات في المدارس، شاهدنا على إفرازات الدورة المدرسية ولجان التحكيم اللي بتجي فيها، شاهدنا على كثير من الأشياء في أنه في إشكالية حقيقية في أنه تتفهم العمل المقدم للطفل. والآن الطفل بتاعنا ثقافته مسلوبة، يعني نحن هسه عندنا فقر كبير جدا في دراما الأطفال، لا توجد في كل القنوات التلفزيونية السودانية دراما للأطفال بمستوى المشاهدة تكاد تكون ضعيفة جدا أو شبه معدومة، هي أصلا ما موجودة. نعم، وده بالإضافة أنه حتى أغنية الطفل ما موجودة في التلفزيون، المسرح ما عندك مبادرات من عدد كبير جدا من الفنانين الشباب يعني في التوجه، لكنها برضه ضعيفه ومحتاجه مجهود اكبر. نعم، في بعض المحاولات، لكن هي يعني الاشكاليه بتاعت اخراجها. الان اصبح البرنامج بيحتاج الى اكسسوار والى ملابس والى اشياء، انت تعرف هذه الامور، لكن فقير التلفزيون في كل الكثير من الناحيه دي، وده واحد من الاشكالات اللي خلى الطفل بتاعنا يخلي القنوات السودانيه تتجه قنوات اخرى. يعني انت في اي محل فيه مجمع كبير من الاطفال، اي اغنيه للاطفال باللحن السوداني ما حتلقى لها قبول. تلقى الاطفال كلهم شغالين بالاغاني اللي موجوده في بعض القنوات العربيه اللي معروفه دون ذكر الاسم، فهم حافظينها بحركاتها لانه فيها اثاره بالنسبه لهم، فيها حاجات جديده، ودي واحده من الاشكالات. نحن عندنا سلم خماسي وهناك سلم سباعي، يبقى نحن بعد لما نيجي نقدم العمل بتاعنا بتاع السلم الخماسي ما بكمل هذا الطفل، لانه هو فطر وتعلم في طفولته شاهد حاجات اغاني كلها بسلم السباعي، وتبقى دي واحده من الاشكاليه المؤثره للطفل حتى عن بيئته الثقافيه. ودي واحده من المشاكل اللي بنعاني منها. انا ما اعرف، انا اعتقد انه الاخراج هذه الاعمال، انا يمكن عندي قريبه تعمل للطفل اغاني ملحنه، انا بكتب وبلحن، وانا كنت الاول على مهرجان سنه 97 في اغنيه الطفل. نعم، قدمت اغنيه ماما قالت لي كلام انا بحب اسمع كلامه، هي روحي وكل حياتي واغلى حاجه انا عندي ماما. أعمال بسيطة بألحان بسيطة ممكن تتقدم، وأنا بعد هي ما محتاجة للجهد الكبير ولا المال الكثير، لكن أشكال وين؟ الإشكال في الجهات القائمة على الأمر يا طفل، كلها برامج بسيطة ما فيها اجتهاد، ما فيها اجتهاد. كثير جدا أستاذ محمد من الأطفال اللي بينزل الحاجة دي، إخوانا نحن عندنا حاجات سودانية سمحة وجميلة تابعوها شوفوها، وبيتكلم عن إنه هذه الأعمال ودي الأطفال صغار إنها ما جاذبة بالنسبة لهم. كيف نعالج النقطة دي تحديدا؟ لكن يا ريت لو نسمع القصيدة قبل شوية لو موجودة ومستحضرة يعني. طيب انا اقول لك حاجة، تفضل. انت تكلمت عن انه نحن بنتفاعل مع بعض الاحداث الخاصة بالاطفال. نعم. ونرسخ بعض الايام، نحن عندنا طبعا كان رياض الاطفال بتخرج اطفال في احتفالات. انا عندي شغل صغير كده كان عملته، بقول نحن قرينا وتخرجنا دفعة كبيرة ناجحة ولامعة، ادعوا لنا بكرة ان شاء الله يتم تخرجنا بالجامعة. شكرا للتعب قرانا ولتضيع زمان معانا عشان نحفظ حديث آية ونساعد نفسنا برانا، سلام لمعلمتنا الغالية عشان تعبت كثير بورانا. ماما قالت لي كلام أنا بحب أسمع كلامها، هي روحي وكل أغلى حاجة أنا عندي ماما. أحشق الروضة وأريدة أهو مدرستي وأريدة، بدروسه وبنشيد المعلمة درة غالية، ونحن بناديها ماما. لما تدخل يوم علينا بنض بالسلامة، هي بتنور عقولنا وكلامها، هي في عينينا غالية ونحن بنحب احترامها. أنا يعني العمل ده اشتغلناه في بورسودان مع عصافير البحر المغردة. يا سلام. ولما نجينا من بورسودان عشان نجي مهرجان الثقافة، أنا قدمت عملية واحد اسمه
ماما قالت لي كلام. والثاني اسمه وصية أب وهو عمل الخير. ماما قالت لي كلام قدمه أخونا النعيم مع أطفال الكشاف، وكان عنده بيتين الآن هم في الجامعة تقريبا، يمكن يكونوا تخرجوا ودخلوا الحياة العملية. الكلام ده سنة 97 بدري. فلما جيت أنا بالأطفال ليل عشان أجي الخرطوم، الوزير بتاع الثقافة كان محمد علي عبد الله رفض، قال لي أنا ما بديك الأطفال ليل تسلبهم. ليه؟ لأنه بتعرضوا لعديد من المشاكل والقضايا وهم في سن صغيرة، ودي واحدة من المشاكل. لكن أنا كنت مصير بأنه أسوق بنات بورسودان وأطفال بورسودان، لأنهم هم بنص المنطقة بتاعت البحر الأحمر، وأنا لو جيت اشتغلت مع أطفال في الخرطوم حتى لو فزت بقولوا لا فوزونا بس الخرطوم. والحمد لله كانت زوجته الأستاذ الباشمهندس حسين البحرية من هنا، ووافقت بأنه ترحل أطفالنا وتجي وجو شاركوا في هذا المهرجان وقدموا هذا العمل، وأصبح واحد من الأعمال اللي هسه موجود على نطاق السودان. يعني أنا في أيام فلسطيني في منطقة كان التلفزيون استضاف أطفال فلسطينيين سمحت من خيارهم يعني، فانتشر على نطاق واسع من السودان. هذه الأعمال المؤثرة اللي ممكن تأثر إن إحنا بنجتهد في إنه نقدم حاجة تساهم في تطوير الطفل في ثقافته، في تليكو بعض المعلومات بعض القيم عشان يبقى زور رائج في حياته قدام. نعم، لكن يا أستاذ محمد عبد الله يعني كيف تكون أعمالنا دي أكثر جذب؟ نحن يعني شايفين في متغيرات كثير جدا بتحصل في العالم من حولنا، حتى الطفل اليوم ما هو طفل أمس يعني، من خلال نظرته لكل الأشياء، من خلال حتى نظرته للفضاءات المختلفة الخارجية منها والقريبة، من خلال متابعته للوسائط المتعددة المختلفة. فنحن محتاجين نطور أكثر عشان ما يكون أكثر جذب. عندنا نصوص جميلة وسمعنا منها، عندنا ألحان رائعة، لكن العوامل الأخرى إذا كان على المستوى البصري أو على مستويات أخرى، كيف تكون وين عشان ما نقدر نطور منك عشان ما تكون جاذبة فعليا للأطفال؟ والله في كتابات زي ما قلتها، في الألحان الجميلة، في شعراء كثيرين أسهموا في هذا المجال، في ملحنين ممتازين قدموا أعمارها وما زالت حتى الآن. الإشكالية بتبقى في يعني التخوف رأس المال في انه يقدر يقدم هذه الاشياء من خلال قنوات قادره على انها تدفع لانتاج العمل الفني. انت عارف الانتاج الان يخف جدا، ودي واحده من المشاكل اللي يمكن هسه واقفه. انا والله في جانب اخر يعني احب انبه له واتكلم عنه. نحن عندنا عدد من مجلات الاطفال اللي بتتكلم، هي برضه معهم بتاع صحافه لطيفة. صحيح، وانا جايك للحاجه دي. عندنا عدد من مجلات الاطفال اطلعت، وانا والله بقول لك كلام جدا يعني دي حاجة أنا بتألم لها شديد جدا. أنا راجعت كل هذه المجلات وشاهدتها، شاهدت صورة الطفل فيها، صورة لا تليق بالطفل السوداني، صورة بيجيب الطفل ده بصورة يعني حاجة غريبة جدا. حتى الشخصيات اللي بتعلم منها الطفل، أو حتى لو كانت على سبيل الدعابة زي عم تنقو أخونا أحمد شرحبيل الله يديه العافية متع وصحة وحيه من هنا، لما عمل شخصية عم تنقو أنا مستغرب وبندهش إيه عمل له راس مدوقس كده عامل، ممكن كان يكون زول بعمة وطاقية وزول رغم خفة دمه ورغم الحق. يعني احنا في صور، انا عندي نماذج، انا طبعا قريب جدا من المركز العمومي لصحة الطفل. نعم، وهذا المركز يبيع لوزارة الثقافة والإعلام. طيب كده خلينا نشوف النماذج معاك الان. أيوة، انا دعيني احيي الناس زي اللي عندهم جهود طيبة جدا. دي مجلة نحن اسمها واحد الطفل، حنحييهم. حيينا نشوف المجلات دي ونشوف النماذج دي كلها ان شاء الله، وحنتواصل معك ان شاء الله، وعندنا معك اكثر من محور واكثر من محطه ان شاء الله نتواصل معكم في العاده. مساء الخير عليكم بعد الفاصل. هذا برنامج برعايه بنك فيصل. عارفين سر النعامية؟ طبعا لازم بالعصيدة ورشة السمنة البلدية وصروب الخضار الطازة والزبادي. كتير من أكلة سمحة بتحلى وبتظبط بالزبادي، عشان كده زدنا لك الخيارات زيادة على الجودة المعروف بها زبادست، الآن متوفر بنكهات جديدة وفريدة، نكهة الشمام يا الله، ونكهة المانجا الله على المانجا والفراولة، وكمان بنكهة الأنا. أحلى طبخاتك وإبداعاتك مع زبادست. أورا أورانجا أورانجا أورانجا، مدرك فواكه أورانجا أورانجا، قابل ديب برتقال أورانجا، تفاح ومانجا أورانجا أورانجا أورانجا.
فواكه أورنجا، الطعم الحقيقي. نعم، أهلا بجديد مشاهدينا الأعزاء، ويدور بيني وبين ضيف الكثير من الحديث عن عدد من المحاور المهمة. موضوعنا لهذا اليوم الكتابة للطفل، ويعني ليست الصخورة شديدة. يمكن أستاذ محمد عبد الله واقفين عن عدد من النماذج، ويوجد إذا عندك اعتراض على بعض الأشياء البصرية اللي بصورة الأطفال، وعطر بين نشوف نماذج. أنا بحيي كل الجهود اللي قامت من أجل إيجاد مجلة أو كتاب للطفل. دي حقيقة جهود جيدة وجميلة، ونحن بنشير من أزرها وبنشجعها، بس نحن عندنا بعض الملاحظات عليها. يعني أنا لاحظت كل مجلات الأطفال الصغار، أنا والله أحيي الناس اللي قاموا على جهدها، أنا عارف في معاناة ضخمة في إن هذه المجلات تطلع، لكن الطفل ده بيتناول في جواها بصورة ما جميلة. يعني الصورة بتاعت الطفل ما صورة طفل السودان بتاعنا. يعني جابن يجيبوا لك نخرته أفطاس، شعره كيف، حاجة كده ما بتشبه طفل. هي ما جذابة للطفل. أنا عايز صورة الطفل تكون صورة جميلة، صورة أنيقة، تقدر تجذب الطفل ذاته للمشاهد. دي واحدة من المجالات اللي أنا قريب منها تأثير في دور فيها، اللي هي أنا بحيي ناس مركز صحافة الطفل، اللي هو مركز زي ما قلت تابع لوزارة الثقافة والإعلام. نعم. الآن بتراسه الأستاذة عواطف دوكا، وأنا والله عبرك خليني أناشد السيد وزير الثقافة والأمين العام لوزارة الثقافة بأنه يهتموا بهذه المجلة. أنا أعرف الآن تتعسر وكادت تغيف. هي كانت كل شهر، السابقة تصدر كل 5 شهور، ويمكن بعد شوية في السنة تصدر واحدة. فأنا بتمنى أنه النازل يجتهدوا في أنه هذه المجلة تتواصل وتستمر. نحن على تأثير كلامنا ده تقدر تكون في صورة جميلة للطفل من خلال البرامج الموجودة، الصورة الموجودة في المجلة. يعني هسه ده واحد النماذج بتاعت الطفل، يعني شكله شوية مقبول. يعني في عدد من المجلات الصادرة من بدري جدا زمن الصبيان، صورة الطفل صورة مهزوزة، بدين وشوف ونوع من حاجات كده مؤلمة شديد لما تنظر، ما تحس بأن السودان، يعني السودان بهذا التصور أو بهذا الشكل. دي واحدة من المشاكل. هذه المجلة يعني دي كانت صورة برضو للطفل، ما ممكن يكون في طفل بهذه الصورة. احنا كل ما جملنا الصورة دي وخليناها تبقى جميلة، كل ما جذبت الطفل عشان ما يتابع، حتى لو كان هذا الطفل يعني بنوع من الدعابة والمرح، عايزين نحكي عنه شعور بتاع دعابة وبتاع مرح، برضو يجي في صورة جميلة وأنيغة وأحسن من كده. كان ما نقول إنه الفكرة هي اللي تحرك الوجدان دائما. نعم. وخاطب الناس من خلال الفكرة للصورة المضحكة. نعم نعم. وحتى صورة لو تناولنا صار جميل. يعني واحدة من الإشكاليات الموجودة عندنا الآن في كتاب المطالعة، وده بيعتبر ناس اختفت من المدارس، المكتبة ما موجودة في كل المدارس. والآن أنا في مؤسسة عملت دراسة على مستوى ولاية مدرمان، نسبة الطلاب الذين لا يقرؤون من الصف الأول إلى الصف، هذه دراسة حقيقية قامت بها مؤسسة موجودة في أمدرمان أنا شغال فيها. هذه المؤسسة اكتشف أنه 34% من الطلاب بتاع أمدرمان ما بيعرفوا يكتبوا ولا بيعرفوا يقرؤوا، لا من الصف الأول للصف الثاني. ودي واحدة من الإشكالية في أنه غابت المكتبة. الآن المكتبة طبعا العهد التطور، ممكن المكتبة تكون عبارة عن كتاب إلكتروني يبث من خلال بروجيكتر على سمارت بورد أو على الحيطة، ممكن بسيط بكل بساطة. البروجيكتور توجه للحيطة، الصورة تظهر في الحيطة، الكتابة يتابعها الأستاذ من خلال مؤشر وبالماوس، والطفل يعرف معلومة عن هذا الكتاب، يشاهد الصورة بتاعت هذا الكتاب، والثاني تزداد ثقافته. كان في برنامج مطروح تحدي الغراء، وأنا اشتركت فيه، وكنت في مدرسة في مهندسين، اشتركت في هذا البرنامج. كان عندي عدد من الطلاب من الصف الأول إلى الصف الثاني، واشتركوا. أقل واحد في الصف الأول كان قاري 70 كتاب، وكلها كتب الكترونيه كانت على السمارت بورد. كانت واحده من المبادرات الناجحه. نعم نعم. فده واحده من الاشياء ممكن تسهم في انه نحن يعني نقدر نوصل هذه المواعين للطفل ونسهلها وتبقى سهله ومتاحه في كل المدارس الخاصه وفي كل المدارس العامه. نعم. الصبيان وماجد وعدد كبير جدا من المجلات القديمه كانت ذائعه التصيد، الان وحط الطفل والعديد من والله وزاره الثقافه والرياضة تحديدا المركز القومي لثقافة الطفل على هذا المجهود. نتمنى نشوف مجهودات أكثر ونرى مواعيد أكثر ونخاطب الطفل بصورة أكثر جاذبية. نكتب للطفل أو نكتب عن الطفل، جدلية طبعا قديمة يتحدث عنها الجميع. ده بيقودني لسؤال مباشر، هل يخضع أدب الطفل نفس المعايير اللي يخضع عليها أدب الكبار والأدب المتعارف عليه؟ لا طبعا، الطفل لا عنده خصوصية.
لأنه هو ذاته ثقافته محدودة، إمكانياته وقدراته محدودة، بالتالي عنده خصوصية في أنك أنت لما تتناول الموضوع تتناوله من ما فيها أي نوع من التشويش، بحيث أنه يكون بناء قصة بناء سليم قائم على الأسس والقيم والقواعد. ليه؟ لأنه أنت من خلال هو أصلا دي واحدة من القواعد اللي بتعلمه بعض المهارات، مهارات كيف يعرف مقياس الخير والشر في الحياة، كيف يعرف إماطة الأذى عن الطريق، إحترام الأمانة، بعض القيم موجودة عندنا، فلازم تصل للطفل سهلة وبسيطة، بالتالي بتكون في خصوصية في الكتابة. إذا كانت من ناحية كتابة كتاب، كتابة قصة، أو كتابة أغنية أو قصيدة، فأنت محتاج إنك تتناول مفردة بسيطة وفكرة بسيطة وما في أي نوع من التعقيد، حتى حبكتك للقصة لازم تكون بسيطة. ما كانت القصة دي محتاجة والله يعني قاعدة أصلا يعني عشان الواحد يكتب الحاجة دي. وأنا والله عندي بعض الطلاب الآن هم بدأوا يكتبوا قصة، يعني أنا دون ذكر اسم المدرسة عندي طالب اسمه سفيان من منطقة الصالحة، طالب اسمه معز أو أبا ذر بيكتبوا قصة، أنا قرأت لهم قصص جميلة جدا وشجعتهم على كتابة هذه القصص، وإن شاء الله يعني نحن نحاول ننشرها في هذه المجلة اللي هي مجلة وحدة الطفل. وأنا بناشد كل المدارس، كل المدارس الحكومية والخاصة على مستوى السودان، أي طالب مبدع في مجال الكتابة الآن أيضا بيجي يكتب للطفل، الطفل ذاته. يعني أنا استضفت السفير الأمريكي في مدرسة في الصالحة وجاء يتبرع بمكتبة فيها يعني كمية ضخمة جدا من الكتب، أنا طلعت عليها وشفتها كل الكتاب بتاعتها من سن 7 سنة إلى 16 سنة، أكبر زول كاتب 16 سنة. يعني الطفل الآن بقى مع تطور الحياة، إحنا نتكلم عن مكتبة تطور كاملة، تطور نعم تطور الحياة وتطور المواعين والمواعين وتطور الأحداث الحاصة من خلال الوسائط الموجودة، الطفل ذاته ابتدى يكتب لنفسه، بدأ يكتب عن حياته، بيكتب عن قيم البعريفة ويفهمها يوصيلها لأخوانه. وهسه بقت في كتابة الطفل للطفل، يعني بدل ما يجي الكبير يكتب، الآن الأطفال برضهم بيجوا يكتبوا لأخوانهم. وأنا زي ما قلت لك عندي نموذج مكتبة موجودة جاي من أمريكا هدية لأطفال السودان، استلمناها نحن في مدرسة في بنجهز فيها عشان نفتحها. هذه المدرسة، هذه المكتبة كل الكتاب بتاعنا أطفال. برضو بحيي يعني اليابان، بحبي طفلة في اليابان هي توفت اسمها إيكا إسبوتا. إيكا إسبوتا دي في الصف السادس قدرت من خلال حصص العلوم تكتب كتاب اسمه Secret of the Earth، أسرار الأرض، بيتكلم عن حماية البيئة، بيتكلم عن الأوزون قبل ما الناس تنتبه لها. وإيكا إسبوتا بعد ما انتهت من كتابة بخلال 3 شهور حصل لها ضغط في المخ وتوفت. هي طفلة في الصف السادس لكن قدرت تأسس كتاب وتكتب كتاب وتحكي كتابات المؤثرة. نحن الآن بنتناول هذا الكتاب وإن شاء الله حنعمل لها تكريم في السودان. هي طبعا في مقدمة الكتاب عملت إهداء، وفي الإهداء بتاعها قالت كلام يمكن كل العالم الإفريقي ما يفهم. قالت أنا كل الإمكانيات والماديات والرفاهية موجودة في وطني اليابان، لكن أنا أمنيتي إني أبقى طبيبة وأسافر إلى أفريقيا وأحمي أطفال أفريقيا من أمراض الطفولة ومن الملاريا. يا سلام. وأنا والله يعني لغاية الآن يمكن أفريقيا كلها ما تعرف إيكا إسبوتا، لذلك نحن حنقوم نكرمها، واحتمال يا مشينا اليابان هناك كرمنا أهل أمه. تستحق والله. يا سبعين سفير نعم. اليابان كرمنا. طيب نعم. وأنت أيضا بما أنك صديق للطفل وصديق لكتابة الطفل، أنت صديق بكل تأكيد نعم. لإيكا نعم. وصديق للبيئة. نعم. حنسمع شنو حاجة قريبة للحاجة دي. والله أنا برضو عندي عمل كان عملته للبيئة، لكن إن شاء الله لا تستحضرني ظروفي إني أقوم أذكر. البيئة هي المكان اللي فيه ناكل وفيه نلعب وفيه نجري وفيه يتجمع شملنا، يبقى لازم نبقى عشر عليه ونهتم بثقافته عشان يكون في الشكل جنة. المدن والشوارع، الحدائق والمزارع واحة مخضرة وجميلة عشان يكون جمال. نظافتك يا بيئة، والغدارة هي بتجمع لنا الذباب وهي بتجيب الأوبئة.
يدي على يدك. أنا الحقيقة النص طول يعني نص قديم جدا يتكلم عن البيئة وما تحت النزاجر إني أنا ومستذكره كامل، لكن هو داير في الإطار بتاع حماية الأطفال والبيئة. لكن في نص ثاني قريب من نعود به والمشاهد نعم قريب نعم للذاكرة. الغذاء بدينا صحة وعافية بيها نكون تمام. الغذاء بدينا صحة وعافية بيها نكون تمام، نقاوم الأمراض ونسلم ونبقى في عافية وسلام، بعد استقرار وراحة والسلام المستدام، نحيا والأجسام سليمة والعقول تصبح تمام. الحروب تعني المجاعة، والمجاعة عضو الطفولة، والسلام يعني السعادة ودنيا ما للخير فصولة. الغذاء للصحة عاجل، رايته لازم تبقى أولى، يصبح الأطفال أصحاء واللعب هام للطفولة. برضو واحدة من الأعمال المتخصصة في مجال إنه الأطفال لازم يتغذوا عشان يكون العقل السليم في جسمه السليم، وكمان يهتموا بمجال اللعب لأنه واحد من المكونات الأساسية لقدرات الطفل وتطويرها. نعم، في تطوير قدرات الطفل نحن نتكلم عن إنه في مجموعة من الأطفال، كما المكتبة الأمريكية الموجودة اللي أكبر كاتب فيه عمره 16 سنة، وأنت ذكرت إنه عندك عدد من الطلاب الآن هم مبدعين في ذات المجال. كيفية تدريب الأطفال للكتابة ومدى يعني سهولة هذه الكتابة؟ نحن تكلمنا قبل في تقدمة هذا الحوار عن إنه هو مجال يعني ما سهل، وصعوبة هذا المجال تأتي من أهميته وتأتي من عاتق المسؤولية الكبيرة اللي بيقع على الكاتب اللي هو رسول الكلمة الذي يوجه الأطفال ويقوم بتربيتهم. فكيف ندرب الأطفال على هذا النوع من الكتابة، وكيف نغرس فيهم أصلا قيمة أنك تكتب من أجل أعمار قريبة لك، وهذه الأعمار تكتب لها وأنت صغير في السن وأنت قريب لها، وتنمي وتربي وتطور أنت ذلك الطفل الصغير؟ تمليك العلم، تمليك الفكرة بتاعت إنه كيف تكتب القصة أو قواعد كتابة القصة. تبدأ القصة بمقدمة صغيرة، بعدين ذروة بتاعت إشكال معين يبتدي يتحلى وتتغال كلمة لحل هذه المشكلة وتكون في خاتمة في النهاية. بكل بساطة يعني ما نعقد الأمور، نملك ثقافة كتابة المسرح، كيف يكتب المسرح، كيف يألف المسرحية، وهم عندهم قدرات يعني تجي في لحظة يقول كيف الرأي أيضا القواعد الجمالية نعم الموجودة. نعم، فمن خلال تمليك هذه الوسائل أنا طبعا بدرس مادة اسمها الذكاءات تشمل المسرح والموسيقى والرسم والتلوين ومبادئ الإعلام والصحافة، لأن الصحافة واحدة من المؤثرات القوية في تنمية قدرات الطفل وتوسيع مداركه. ونحن سجلنا زيارات لعدد من الصحف، ودعني أحيي أخونا مبارك البلال مدير إدارة جريدة الدار اللي استقبلنا كثير مع عديد من الدفعات بتاعت المدارس اللي أنا بدرس فيها مبادئ الإعلام والصحافة، وبسوقهم وبيقفوا قدامه وبيتكلموا على الإعلام والصحافة، دور رئيس التحرير، دور التحقيقات في 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 في, في الصحافة، الأسس اللي بتقوم عليها الفكرة بتاعت الصحيفة ذاتها، القواعد والأسس كل هذه هو بيفهمها وبنناقشها قدامه وبتكيف منه وبكرمهم كرم شديد جدا. ونحن أتمنى له الشفاء العاجل من هنا وإن شاء الله ربنا يمد في أيامه. وكثير أنا يعني استقبلني في جريدة الدار ورحب بكثير من الأطفال في دفعات مختلفة من مدارس مختلفة بيقروا مبادئ إعلام وصحافة. أيضا بنشترك من خلال البرامج اللي موجودة داخل المدرسة متحدثة الذكاءات في مجال رسم والتلوين في كل المسابقات العالمية. وفي مدرسة المدارس إحنا في مسابقة عالمية اسمها مصر بعيون أطفال العالم، طيب، وبيرعاها المركز القومي لثقافة الطفل في السودان. ودعني من هنا أناشد، نحن عندنا مناسبات دينية كثيرة لا الآن ما واجدين لها يعني جهات ترعاها المسابقة دي، عايزة زول يرعى أسل المركز القومي لثقافة الطفل في مصر عنده مسابقة من خلالها بيستشف فكرة الطفل عن مصر، تصوره لمصر وحال مصر، فاسمها مصر بعيون أطفال العالم. إحنا عملناها في مدرسة في منطقة حي العمدة، وجاء فيها السفير الياباني السفير المصري سجل فيها زيارة وأكرم حتى عدد من الطلاب بزيارة مصر للشي شاهدوا من خلال إبداع الأطفال السودانيين من رسم بشكل مصر وعلم مصر، والأطفال المصريين والنساء المصريات والباصات والأتوبيسات والعمارات القائمة في مصر. كان ده برضو يعني إلمام كبير جدا لثقافة لمبادئ الطفل في السودان من خلال التلفزيون، من خلال المعالم، من خلال زيارته ذاته لنفس البلد اللي هو ممكن يكون مشى مصر شافها، من خلال المجلات اللي بيقراها بيطلع عليها. هذه المناشط مؤثرة تأثير فاعل في إنه هذا الطفل يصبح طفل قادر. وأنا والله عايز أقول لك حاجة غريبة جدا،
أنا عندي واحد طالب في الصف السابع متفوق جدا يمكن الأول في المدرسة، وحاولت أعده، هو عنده مقدرات عالية في أنه يقود المدرسة في منافسات التقديم الإذاعي. تصور أنا لما ناديته عشان أنا أخشى في أنه هو يتولى القصة دي ويتحمل المسؤولية، قال لي أنا إلا أشاور أمي وأبوي. قلت له أنا ما دار أعرس لك عشان تمشي تشاور أمك وأبوك. في إشكالية برضو في المدارس، في البيت في إشكالية بأنه المجال ده بيأثر على المستوى الأكاديمي. كبير يمكن أنا أشرت لدور الأسرة وما دينا مساحته الكافية، ودي والله من حاجة مهمة. بعض الأسر بتعتقد أنه هذه المناشط تؤثر على الدور الأكاديمي للطفل، الطفل يكون الأول لما يخش المناشط دي حي ال 15 حي ال 20 حي متأخر، مع أنه هو المضاد تماما، هي تنمي تفتح فضاءات يعني كبيرة. أكثر الأطفال المبدعين اللي لقيتهم أنا في عدي، أنا بشتغل في مجال المدارس الخاصة وكثير مدارس الخاصة على مستوى الخرطوم، أكثر الأطفال النابقين المتقدمين القادرين على الإبداع هم الأوائل، وهم اللي عندهم مقدرات عالية في المجال الأكاديمي. بالتالي يعني تبقى قصة بتاعت مغايرة في أنه الطفل ده ممكن يتأثر من خلال لكن في عدم صيغة في الأسرة، عدم صيغة في الطفل بأنه هو يعني ما يقدر يوظف بين ده وبين ده ويقوم يخلط الأمور ويهتم بين مجال المسرحي والتمثيلي والقنائي ومجال الشعر. صراحة يعني مسألة المواهب دي ما قاعد نوليها اهتمام كبير جدا تحديدا للأطفال، ما قاعد نحاول ننمي منها بالقدر الكافي. التركيز دائما وحتى نظرة الأسرة اللي هي نظرة في غالب الأحيان ما تكون سلبية، دائما ما تكون للأكاديميات فقط، يعني يمكن لهذا الطفل أن يكون موهوب في هذا المجال ويخرج في هذا المجال عدد من الإبداعات، يخرج هذه الإبداعات للفضاء للناس ويكون أحد المبدعين اللي شكلوا أسماء كبيرة جدا. ودي واحدة من المشاكل، يعني هسه في برنامج كان The Voice تابع السودان كله، كان ضاب بيت يقوم، ما أنا كنت متابع هذا العمل، كل الآباء والأمهات كانوا جلوس في التلفزيون لمشاهدة أطفال نابغين بيجوا من لبنان، بيجوا من الكويت، بيجوا من الأردن، بيسوقون أهلهم بيجيبوهم عشان يقدموا مبادئ إبداعهم وفنونهم قدام هؤلاء العمالقة من الأساتذة الفنانين العرب. نعم. وكان هذا البرنامج ناجح، ولقى نحن ممكن نغود هذا العمل. نحن محتاجين لعدد من المبادرات، نعم، عدد نعم، من المهرجانات، نعم، من مثل هكذا، نعم، برامج عشان ما نشوف فيها إبداعات أطفالنا إن شاء الله على المستوى القريب. أستاذ محمد عبد الله، يا ريت لو نقرأ نص طولنا شوية من الناس. أنا بحيي أسر الشهداء. السلام. إحنا السودان ده فيه شهداء كثيرين ضحوا من أجل هذا الوطن وخلفوا يعني خلفهم أطفال. أنا عملت قصيدة للشهيد فحريبي إن أقراها في هذا لما أكون في المدرسة دائما بين أصحابي وبين أغراني، أنا بتفاخر بزداد عزة فخر يهز بالفرحة كياني، إنه أبوي استشهد وضحى، ضحى عشان الدين خلاني، أنا ما ضحت وراك يا بابا، الله اختارك وهو البرعاني، وزي ما انت اخترت مكانك لازم برضو يكون ده مكاني، لما استشهد ابوي وصاني اني اصلي ابني وعلي اضحي بروحي عشان اوطاني. بقول له الولد اعرف انت شهيد يا بابا، اني وصيتك يوم ما نسيتها، حد ما تجهز وناد مجاهد انا سارحتها ومتوانيتها، اتدربتها وهسع جاهز لنفس الخطوة اللي انت مشيتها، قصدي هذا واصبح زيك زي ما انت مشيت ولقيتها. البنت تقول له واعرف وانت شهيد يا بابا، اني وصيتك يوم ما نسيتها، انا ما بدتك ماشيه في دربك زي ما انت زمان ربيتها، اتدربتها وهسع جاهزه لنفس الخطوه اللي انت مشيتها، انا بمشيها عشان دي مبادئك وانت عشانها كمان ضحيتها. ماما معانا، ماما معانا بتتابعنا تشوف دروسنا طول الليل سهرانا ورانا، انت وصيتك في اعماقنا، في اعماقنا وفي جوانا، كل البيت بيصلي جماعه زي ما شخصك يوم ورانا، كل البيت بيصلي جماعة زي ما شخصك يوم ورانا. وغيم كبيرة وجميلة رسخها بعض الشهداء في أبنائهم وهم الآن يعني متقدمين وناجحين وربنا يوفقهم إن شاء الله. جميل، رأيك شنو نقرأ نص ثاني؟ أنا بهديكم يا أبنائي لدرب الخير، بقول له قول يا بابا، قول يا بابا أكيد سامعين، أنا عايزكم ترفعوا راسي، يبقى الخير مفتاحكم ديما وفي جواكم مبدا اساسي، انا عايزكم تقروا دروسكم تصبح عاليه وراضيه نفوسكم، افرح بيكم افخر بيكم لما تكبروا ترفعوا راسي. شوف يا بابا انت الخير والبركه اللي فينا، بتعلمنا وبتورينا، ويا ما بتتعب يا ما بتشقى عشان تبنينا، نحن بنسمع كل كلامك، نحن جنودك وهو قدامك،
حاجة جميلة. أنا مبسوط مبسوط بالحيل. بتنط واحدة من البنات تقول له أنا يا بابا في إيه يا لينا، أنا يا بابا في إيه يا لينا. جوا المدرسة حصة مهمة، عز صديقتي فقد كتابة وتألمت عشان مسكينة، عز زميلتي ونحن أحبابة، أنا غيرت مكاني عشانه وأصبح برضو كتابي كتابة، صرنا أحبة وكانت بينا إلفة محبة، أنا مبسوطة عشان سويت بوسيطتك يابا، أنا ساعدت في عمل الخير أفرح بيكي، وأنا عارفك شاطرة ودائما حافظ وصية بابا. أنا يا بابا في إيه يا لينا، أنا يا بابا في إيه يا لينا. مرة وبعد المدرسة جاية في المشوار لقيتها وحيدة، مرة مسكينة كمان عيانة، قطعت ماشية مسافة بعيدة، جاية تزور أحبابها تشوفهم، أنا دليتها مسكتها بإيدها، وصلت بيتها بتشكر فيها، كانت تضحك وحتى سعيدة، جنب الباب واقفين أولادها يتلقوني بفرحة سعيدة. صرنا أحبة بيننا الإلفة وبيننا محبة، أنا مبسوطة عشان سويت بوصيتك بابا، أنا ساهمت في عمل الخير أفرح بيكم أسعد بيكم، لما تكبروا ترفعوا راسي يلا نغني آه ما أجمل عمل الخير، يلا نتابع عمل الخير، يلا نقدم عمل الخير، يلا يا بابا. يا سلام يا سلام، تحية تحية لك أستاذنا محمد عبد الله علي، وغرس القيم الوطنية في نفوس الأطفال والتربية الوطنية من خلال هذه الأعمال كمحور أخير نختتم به، وما أجمل النداء عندما يكون النداء لهذا الوطن السودان. جميل والله، طبعا القيم مهمة جدا، وكثير من الأطفال استلهمتهم من قصص الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام خلال السيرة بتاعته النبوية الجميلة الكريمة، وبيكونوا مشدودين فيها وبيكونوا متابعين وبيأخذوا منها عديد من القيم، وبنرسخ للسودان يا وطن راحتي السكوني، يا مثير شوقي وجنوني، في مساكن انت ديما وديما شايلك في عيوني، من حضارة كوش ونبتة مروي سنار العريغة، انت ترهاغة وبخاء، انت ترهاغة وبعانخي المهدي والسيف والعديمة، الفضيلة الماضي دقنا أمة ما بترضى الهزيمة، دي الحضاراتك منارات نحن نفخر بيها ديما، الكرم وجود تواصل فطرة في داخلك سجية، الشجاعة سمة ولادك، النفوس حرة وأبية، النفوس حرة وأبية، الشجاعة سمة ولادك، النفوس حرة وأبية، وحدة الأديان تماذج بك تجمعنا الهوية، والسلام عنوان ثقافتك حجة ضد البندقية، والسلام عنوان ثقافتك حجة ضد البندقية. يا سلام، تحية لك وتحية لكل المبدعين والمبدعات، الأحياء منهم والذين يلهمون دائما الأطفال بمختلف الكتابات ومختلف الضروب المختلفة في هذا المجال الكبير وهذا الضرب المهم جدا، الكتابة للطفل. أستاذنا محمد عبد الله علي بكل هذا الإبداع، نحن ما حسينا أبدا بموعدنا إنه انقضى زمنه لهذا اليوم، شكرا لك، شكرا لهذه الرفقة، وشكرا لكل الكلمات الجميلة اللي خاطبنا بها عقول وقلوب أطفالنا لسنوات طوال، وإن شاء الله تمتد هذه المسيرة وتمضي أيضا مع الدرب. شكرا جميلا لك ومساء الخير. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين والمتابعين، ربنا يجمعنا مساء الخير إن شاء الله. إن شاء الله. الفنون دائما مشاهدينا الكرام قيمة جمالية كبيرة في حياة الناس، ويقولون دائما أنك إذا أردت أن تنظر إلى أمة فانظر إلى فنونها، فأجمل شيء أن نربي هذه الفنون ونتدرج معها منذ الطفل الصغير بأربع مراحل، منذ سن الثالثة وحتى نصل إلى سن المراهقة. تربع الكون السكون في هذا المساء، وفي موعدنا وصلنا لختامه اليوم، وفي هذه اللحظات سعيد جدا بي أن يكون معي الأستاذ محمد عبد الله علي. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، تقبلوا تحايا فريق العمل لهذا اليوم، هذا الفريق المميز الذي دائما ما ننقل لكم هذا المجهود الكبير الذي يقوم به كل الزملاء. شكرا لكم للمتابعة، في أمان الله.